خالص يا حبيبي، ما تقلقش. انا قلت لك انا كنت عنده في المستشفى امبارح. ما انا مش فاهم في ايه، انا بكلمه هو ما بيردش ومامته كمان ما بتردش. والله مامته حالها صعبه قوي يا نور، ربنا يصبرها. هو اكيد يعني موجوع من كتر العمليات اللي عملها يعني. اوعى بس يكون في حاجه وانت مخبيها عليا. لا خالص، ما انا قلت لك هو خرج من اوضه العمليات ودخل اوضه عاديه يعني، بس هو في شويه حاجات كده بيجربوها يعني، بيطمنوا يعني. المهم يعني انت جلستك امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. لما تبقى تيجي نبقى نروح له تاني سوا. وطمني على احوالكم هناك، اخباركم ايه؟ لا ما تقلقش، كل حاجه هنا تمام الحمد لله. طيب الحمد لله. بقولك يا نور، ابقى اتصل بامك كده وطمنها عشان هي متوغوشه عليك بزياده اليومين دول. انا لسه مكلمها من شويه كده بس هكلمها بالليل. معلش كلمها تاني برضه. طيب يا حبيبي، طيب مع السلامه. شكرا، مع السلامه. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. باي باي. شحات، تعال اقعد هنا. بس انتوا عارفين انا بعد المداهمه بتاعت امبارح دي حاسس احساس مختلف، يعني صاحي كده قلبي مرتاح. اقول لكم على حاجه ما تتريقوش، انا اقسم بالله، اقسم بالله كمان مره، طول ما انا بضرب التكفيرين امبارح شايف اخواتي اللي استشهدوا وبصين لي ومبسوطين ان انا باخد لهم حقهم. ما هو العيال التكفيرين دول لو تخش لنا وش في وش راجل لراجل هنظبطهم، انما هم ايه؟ انا اقول لك انت عايز البيضه دي؟ لا يا حبيبي اتفضل. انت باجي لك قد ايه في الخدمه؟ لا لسه قدامي شويه يعني، قول بتاع سنه ونص كده. بس انا ايه؟ ناوي اول ما اخلص خدمه اخطب واتجوز بقى على طول. بس انت اصلا مرتبط وهي مستنياك؟ يعني لما تخرج في واحده تخطبها؟ يعني بص انا ناوي ان شاء الله اول ما اطلع كده ابويا بقى يشوف لي بنت الحلال ويجوزها لي يعني. معلش ثانيه واحده بس، هو انت ضحك على ايه؟ يعني انا بقول كلام عادي جدا، هو بيقول هيخطب فانا فاكر ان في واحده بتحبه يعني. اقول لك انت عايز الحلاوه دي؟ خدها يا عم. عليك كلام انت، لاج على شغلك في السياحه جوي. سيب الراجل ده يتكلم براحته. اوبا عبد الشحات بنفسه قرر يدافع عنك، انت مش عارف دي كبيره قد ايه. انا غلطان اني دخلت نفسي اساس.